comigo, cara. Ali? وقع كنا سقنا هذا الخبار ما كاين اللي ما عرفناش كيفاش نزل علينا الصراحة حاجه طيب الله يعمرها دار بارك اغلبيه الفلوس متقتل على الفلوس جارنا راه مده 50 عام اغلبيه العاقه حتى حاجه جيبوه من البلاد شي خدام عنده عاطي سكن وعاطي الحانوت فين يخدم وفي الاخر غدر اي والله رحمه الله يوسع عليه الحاج الله يعمر دار الله يعمر هذا الصراحه رجل طيب الصلاه والمحل ديالو ما كنشوفوا عليه والو عنده وليدات راه عنده كلهم برا كلهم برا وليداتو كبار دابا الحديد راه حاصلين ما قدوش دابا المطر مسدود بغاو يشوفوا مسكين المطر زادو شهر دابا ودير القتل شحال دفعوا تكون 37 38 بيض وطويل الله يوسع عليه الله يرحمه انتقل يعني بالسيد الى مكان اخر وان صح التعبير الى مدينه اخرى يعني هذا في حد ذاته راه واحد التساؤل هادشي اخويا بزاف هادشي اللي وقع هادشي حنا ما بغيناش يبقى في كازا حنايا بغينا هادشي يكون ناضي ويكون الامن ويكون
السلام ويكون هادشي بخير ولا خير. وهادشي اللي كيوقع راه بزاف اخويا الله يتا بزاف وبقى في الحال هنا. لا هاد السيد كنعرفوه هنايا ولد كاسا وهادي وكابر هنا وجاي من طاليا مسكين والله يرحمو جدد عليه الرحمة. قبل ترى واو يا المعطي قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.